الانيمال بايتس اللي هو الريبس، ودرسنا الشيستوزوماليزز او البيلهرديزز كاكزامبل لكونتاكت انفكشنز ويز انتاكت سكين. الا ان في اذر كاتيجوري من الكونتاكت انفكشنز لا تقل اهميه وخطوره بالذات في مصر، ودي وورلد وايد اللي هي الفيرال كونتاكت انفكشنز اللي هي الايدز اللي هو الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس والهيباتايتس بي اند هيباتايتس سي. الهيباتايتس بي اند سي ار فيري امبورتنت contact infections in Egypt. دكتور معلش اسف على الانترابشن، بس ممكن المحاضرات حضرتك تعملها يعني ريكورد عشان في ناس كتير مش قادره تحضر، لان الجزء ده مش داخل معانا في التحديدات، فممكن نسمعها بعد الاند راوند يعني عشان الناس اللي مش قادره تحضر. انا معاك، بس الكونتاكت انفكشنز اساسا موجوده ريكوردد ومحطوطه على السايت عندكم، يعني كونتاكت انفكشنز موجوده والفود بورن وكل يعني موجوده في الويب سايت عندكم، واخد بالك؟ فاللي عايز طبعا ممكن يدخل هيلاقيها موجوده وريكوردد وكله. فان شاء الله يعني ايه بالتوفيق، وانا معاكم اهو وما فيش اي اشكاليه، ان شاء الله خير. فان شاء الله بالتوفيق. فاحنا النهارده هنبتدي ب الفيرال انفكشنز، الثري ريميننج فيرال انفكشنز. الكونتاكت انفكشنز كاتيجوري كبيره جدا يا شباب، وفي حاجات كتيره كان ممكن ندرسها زي البروسيلوزز وزي الليبروسي مثلا، لكن احنا اخترنا مجموعه الديزيز دي على او الثري بكتيريال فيرال بارازيتك، الثري بتوع المره اللي فاتت تيتانوس وريبس وشيستوزومايزيس، والثلاثه بتوع المره دي اتش اي في وهيباتايتس بي ان سي، لان هم كاكزامبل بسيطه للتسهيل. وزي ما قلنا احنا في البابليك هيلث نعشق البريفنشن اند كنترول ميجرز، وبنستريس على البوينتس دي، على مثلا ممكن يكونوا في البطنه يعشقوا بقى الثيرابي والتريتمنت ميجرز. فكل اسم بيستريس على بوينت ايه اللي هو بيحس ان هي فيري فايتال لي. فاحنا لو ابتدينا المفروض ان في انذر كاتيجوري، يعني انا قلت لكم احنا خدنا التيتانوس والريبس والشيستوزومايزيس المره اللي فاتت، في السيكشوالي ترانسميتد ديزيزز اللي هي ابريفييتد باي اس تي ديز، اللي هي جروب اوف ديزيزز ترانسميتد باي سيكشوال كونتاكت، اللي هي الفينيريال ديزيز بيسموها الامراض التناسليه او امراض الجهاز التناسلي، ودول من السيفلس والجونوريا والايدز الموست كومن 3 ديزيز. تسهيلا عليكم احنا مش بندرس كل دول، اخترنا الايدز اللي هو الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس اللي بيسبب الاكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم الايدز كاكزامبل ليها. السيفلس اللي هو كوز باي تريبوميوما فاليدم، والجونوريا اللي هي كوز باي نايسيريا جونوريا، كل واحد من دول ليه كلينيكال بيكتشر ومانيفستيشنز. لكن البريفنشن كنترول اوف سيكشوالي ترانسميتد ديزيز زي ما هنشوفه في الايدز يابلاي على السيفلس والجونوريا، لكن يعني احنا بنستدي الايدز كاكزامبل. والاذر ديزيزز دي فور ايه، فور مور ريدنج باي ايه باي ذا فيزيشن. وفي اذرز اوكيشنلي ترانسميتد باي سيكشوال كونتاكت اللي هو هيباتايتس بي ان سي، اوكيشنلي يعني احيانا نادره بينتقل لما يكون في هيفي انفكشن ينتقل باي سيكشوال كونتاكت. اند تو ستارت ويز الاكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم او الاتش اي في انفكشن. الاكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم هي represent the late clinical stage، المرحله الاخيره او المتاخره of infection with human immunodeficiency virus اللي هو ال HIV، which results in progressive dimension in the immune system او the progressive decrease in the immunity. فهي late clinical stage، it is not the first one. حتى في الصوره دي بيقول لك in years without HIV medicine، الاول in the first two years بيبقى الاماونت اوف اتش اي في فيروس قليله، وكل ده ما يبقاش فيه انتي فايرال تريتمنت بيبتدي الفيروس يبروليفريت، يوصل اب تو افتر 10 ييرز فروم انفكشن او 12 ييرز يبقى الاماونت اوف فيروس ان ذا بلاد اكستريم، زي ايه زي الفوتو او اللي قصادنا في الصوره دي. وهو الاتش اي في او الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس از وان اوف ذا ريترو فيروس جروب سلو فيروس، وليه تو سيرولوجيكالي اند جيوغرافيكالي ديستينكت تايب، يعني في منطقتين جغرافيتين مختلفتين، لكن هو ليه سيميلر ابيديميولوجيك كاركترستكس، يعني هو اوكي تو سيروتايبس اتش اي في 1 اند اتش اي في 2، لكن الابيديميولوجيك كاركترستكس
are similar يعني متشابهين، مش كل واحد فيهم بيعمل clinical picture مختلفة، لا هما الاثنين بيعملوا the same clinical picture و the same pathogenesis. اللي هو ايه؟ اللي هو ان ال HAID virus invades, multiplies and destroys T cells, T helper cells. يعني الفيروس بيهاجم T cells, T helper cells of the immune system وينفكتد، وبعدين يملتبلاي في الايه؟ في T helper cells. وبعدين بعد كده يدستروي يعني يفجرها، وبعد ويطلع another new HIV viruses تروح عاملة invasion لother T cells and so on. زي ما قلنا بيوصل after 10 years ان هو بيدمر كل T lymphocytes، ومن هنا بيجي progressive destruction of the immunity. فلما بيدستروي T helper cell اسمها اسم على مسمى T helper cell. It helps in antibodies production. فلما بي invade and destroy T helper cells بيعمل failure of antibodies production. ومن هنا بتيجي الكارثة بتاعت الايه؟ ال failure of the immune system. انسان ما بيبقاش عندي antibodies. فأي opportunistic infection، أي simple infection بيجي للإنسان خليني أقول ايه؟ بيدمره أو باللغة العربية يعني ما فيش antibodies فما فيش immunity. فأي opportunistic أو simple infection بيجي الإنسان يبهدله يعني باللغة الإيه العامية. والreservoir of infection is man, no animal reservoir for HIV. هو الإنسان فقط. الإنسان cases يعني إنسان يحمل المرض أو chronic incubatory carrier، ويفضل الإنسان